من التساؤلات الحارقة التي خطرت ببال معظمنا هي عن سبب عدم قيام البنوك المركزية بطباعة المزيد من الأموال وتسدد ديون حكوماتها وتساعد الفقراء وتعفي الناس من الضرائب وتحمي قدراتهم الشرائية ويصبح الجميع أفضل حالاً. لكن الجواب أيضاً شاف ويمكن تجزئته إلى قسمين مباشر واقتصادي. فإذا أجبنا مباشرة فإن الجواب سيكون مختصراً على النحو الآتي: فلو قامت الدولة بطباعة الكثير من المال وأصبح الجميع يمتلك منه الكثير فإن الجميع سيصبحون أثرياء، وبالتالي لن يبقى هناك من يزرع الخضر والفواكه ولا من ينقلها ولا من يبيعها للناس، ولن تجد من يصلح لك سيارتك أو يقوم بحلق شعرك أو يقدم لك حتى كأس ماء لتشربه، ببساطة لأن الجميع قد أصبحوا أثرياء وهم ليسوا بحاجة للعمل الذي يدر عليهم المال، مما يعني إصابة كل مقومات الحياة بالشلل. وبالتالي لن يبقى لك سوى استخدام تلك الأموال في صناعة طائرة ورقية ليلهو بها أطفالك. أما في القسم الاقتصادي من الجواب فإن المال يعد سلعة كغيرها من السلع التي تخضع لضوابط وقوانين تنظم آلية البيع والشراء. وبالأحرى فالمال يلعب دورا زئبقيا في التواصل بين العرض والطلب كما وكيفا. فكلما زاد العرض لسلعة معينة مقابل ثبات الطلب سينخفض سعر السلعة لأن الكمية الموجودة في السوق تفيض عن الحاجة. والعكس صحيح إذا ما نقص العرض، حيث سيرتفع سعر تلك السلع لأن الكمية الموجودة في السوق محدودة وسيتحول السوق إلى ما يمكن تشبيهه بمزاد علني، إذ سيدفع الأفراد الراغبون بهذه السلع مبالغ أكبر من السعر السابق للحصول عليها قبل نفاذ الكمية المتوفرة، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاربة في الأسعار لدى بعض الانتهازيين وبالتالي الفوضى وخروج الأمور عن السيطرة. وإذا تمت طباعة المال من دون وجود نمو فعلي للاقتصاد فسيؤدي ذلك إلى إصابة قيمة العملة في مقتل وارتفاع نسبة التضخم وتراجع ثقة الأفراد في عملة بلدهم، لأن وفرة الأموال ستتحول من نعمة إلى نقمة. خلاصة الكلام: طباعة المزيد من الأموال لن تجعل المواطنين أكثر ثراءً، والتأثير الفعلي لتلك السياسة هو ارتفاع الأسعار فقط.